مزيد من التحليل والتوضيح أيضا حول اليوم الرابع، حول قضية التمويل وهي القضية الجوهرية والتي تفرض نفسها على قمة المناخ كوب 27 في أرض السلام في مدينة شرم الشيخ. ينضم إلي مباشرة وعبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع. أستاذ أكرم، أهلا بك ضيفا على شاشة التلفزيون المصري، هذا أولا. أهلا وسهلا أستاذ أكرم. نتحدث في اليوم الرابع عن قضية التمويل وهي القضية الجوهرية والتي تطرح نفسها بداية من النسخة الماضية كوب 26 ولا المنعقدة في جلاسكو، والتي خرجت بتوصيات عدة حول قضية التمويل وإقرار 100 مليار دولار لم يتم التوفير منها من كافة الأطراف المعنية المساهمة في الانبعاثات الكربونية. ما الذي يمثله وتمثله هذه القضية الكبرى في هذه النسخة من قضية تغير المناخ في كوب 27؟ يعني بالتأكيد هو مصر بذلت جهود كبيرة جدا في كوب 26 توصلت إلى هذا الأمر، والحقيقة مصر على مدى عام كامل مؤسسات الدولة كلها ومفوضيها والرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي بيقود هذه المنظومة بكفاءة وبقوة وتدخلات مختلفة في منتديات وفي اتجاهات. فبناء عليه الدولة المصرية الحقيقة نجحت إنها تقدم مش بس فكرة التمويلات، لأن التمويلات ال 100 مليار ده كان 2015 أعتقد إنه يصل إلى 800 مليار في الوقت الراهن، لكن مصر الحقيقة في كاب 26 قدموا لبعض الدول زي جنوب أفريقيا اللي بتستخدم الفحم. مصر قدمت بدائل للدول التي تستخدم أو تدخل في الطاقة الجديدة وتخفف من تغيرات المناخ والتأثيرات المناخية، وبالتالي فمبادرة زي نواتي، مبادرات زي حياة كريمة لأفريقيا تفتح الباب لكثير من التوصيات المرنة والتعهدات. ومصر الحقيقة وصلت القضية إلى درجة كبيرة لأنها تحدثت باسمها وباسم أفريقيا باعتبار أن أفريقيا دولة يعني قارة تعاني من المشكلات ومن تغير المناخ، بينما انبعاثاتها الحرارية أقل من 4%، بينما الدول الكبرى الصناعية يعني انبعاثاتها تصل إلى 80%. بناء عليه مصر الحقيقة، وكان النهاردة في جلسة التمويل، فكرة البدائل، فكرة القدرة على التوصل إلى تعهدات مرنة والتنفيذ ومفاوضات جادة جرت، أظن أنه تم الإعلان، سيتم الإعلان عن كثير من الخطوات المهمة في هذا السياق بشكل كبير. وده يرجع إلى الحقيقة مش بس نجاح التنظيم والتنظيم المبهر لقمة المناخ، لكن كمان الحقيقة للمفاوضات المرنة والبدائل التي قدمتها مصر للتمويل، ويمكن أن تفيد الدول الأفريقية وكثير من الدول التي تعاني من تغير المناخ. أستاذ أكرم، لو تسمح أود أن أسألك عن فكرة تنظيم المؤتمر وخروجه بهذا الشكل المشرف على المستوى الأممي الكبير، واستقبال مثل ما يقرب من 40,000 زائر وحضور هذا المؤتمر من 197 دولة دون تأثر لحركة السياحة في مدينة السلام مدينة شرم الشيخ. هو الحقيقه ده جهد كبير جدا من الدوله المصريه، زي ما قلنا بكل مؤسساتها الحقيقه اللوجستيه والمؤسسات الامنيه. لاحظ انه في كثافه شديده في زعماء وقاده ومنظمات، وكل دول لم يعني تم ترتيب دخولهم وخروجهم وتسكينهم ومساهماتهم وتنظيم المؤتمر. ويرجع ايضا الفضل لشباب محترم جدا، شباب البرنامج الرئاسي للتدريب الحقيقه، الاكاديميه الوطنيه للتدريب. الحقيقه انه يعني هذا الشباب قدم نموذج مش لاول مره، اكثر من مره، وهذا التنظيم الحقيقه يحسب له ويحسب للدوله المصريه بشكل كبير، بشكل حضاري جدا. واظن انه العوائد من هذا النجاح ستكون مهمه مش بس في السياحه الحقيقه، وفي تنظيم مؤتمرات بهذا الحجم والضخامه. وده الحقيقه جهد كبير جدا من كافه المؤسسات الدوله المصريه، وطبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل جهود ضخمة جدا في إقناع الكثير من الرؤساء والزعماء. يمكن ده كان ظاهر جدا أستاذ أكرم في حركة الطيران هبوطا وذهابا أو ذهابا وإيابا دون تأثر لأي طائرة أو تأخر لأي طائرة، سواء في المطارات المصرية أو في الاستقبال أو الإيفاد. نعم. طبعا كان ظاهر جدا في كل التفاصيل الحقيقة، ولم يتم تجاهل أي تفصيلة، وهذه التفاصيل مهمة جدا في التنظيم. وأي حد بيتابع يعني مؤتمرات دولية، مؤتمر بهذا الضخامة يعني أعتقد أنه يشهد نجاح كبير جدا للدولة المصرية، ويضاعف من الثقة مش بس كمان في التنظيم، وكمان نعم في البدائل والمبادرات اللي تم تقديمها، بما فيها حتى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي استغل الافتتاح وأعلن دعوته لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا،
لانها حرب دمار وتضاعف من الام الكره الارضيه، بالاضافه لانقاذ الارض من التداعيات والتلوث. ومصر عندها استراتيجيه للطاقه البديله والطاقه الخضراء والهيدروجين الاخضر، واظن ده تم اعلانه. ففي هنا ما طلب به الرئيس الانتقال من الكلام الى الفعل. نعم. على كل الاحوال كل الشكر والتقدير لك ضيفي الكريم الاستاذ اكرم القصاص رئيس تحرير جريده اليوم السابع على ايضاح هذه الصوره في اليوم الرابع على التوالي.